عبد الرحمن القاسم أي النجوى الرمي عن مالك لما بقال وحير حدثني مالك مرك الإمام النسائي مر وحاود حيني أسي إمام مالك قتيبة كليس حاود حيني مر وحاود حيني حارث بن مسكين إيه القاسم عبد الرحمن حاود حيني شذا وي مرك مرك ماشى تحويل با كما قن حادي أيا كما قن عد أي حق قرنت هيدا ماشان ما جرى سوما ما هيسان قالوا ما هاي مرك سيده ايو نقض ويان وهلك ساولا سعد مرك مرك وحين قنيسا لبا طريق وا ولا بجد ولا طريق الامام مالك مريا لكن الامام مالك امام النسائي وحود حيسو طريق كوبات حل بعود حي وقتيبه طريق لبا حود حي لبن او اه الحارث بن مسكين ايو نينك اللي يراهدو القاسم بن عبد الرحمن سيدا ويا مرك سيدا هلا رسوله والله بطريق أحد أيك ما غنت تحويلك وح إشكاله إلا إذا ما لهم حي لي أنتي هراء قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك كدبين مالك مرك أتجارته وحدو بودي عن عبد الله بن أبي بكر بن حامد بن عامر بن حزم يادو بودي ما فهمت طريق الله بعدنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر وعادي مرك مالك مرك مرنا واسطة أي وريي الله واسطة أما هل أم عفوا الله واسطة مرنا هل واسطة وريي أما مرنا هل بعود حي سقي مالك مر الله بقف عود حي سواء أنت إذا وحكر بجنوية مرك حادي ما كم قال ماشي إشكالك كيمد وحول هذا كتاب كأن هذا نسخة على نيسنا وحول أخبرنا قتيبة بن سعيد فاصل أي وقري موجودا نسخة عن مالك والحارث ابن مسكين قراءة عليه مرك مالك اي وحو اسكوبوس دغاي الحارث بن مسكين اسكوبوس نما جوغان من واشم وشيخ النسائي وتقنان من وحويان بالكاد اي كو غاريا انو نقض الشيخ شيخ النسائي ايوسي خاطئ كو غاريا مرك لبن اسكوبوس جوغين ايو مرك هلبوس ودا دغاي سدا وي مرك خلده هبن مخو حلان كهليني المجلس الثامن وستون أيان جوجنا وحديث ككون يسدح بقول إيه اللبات يكون يسدح بقول إيه اللبات والنوع من آخر من الدعاء باب كان سقال إيه كنتناطة قال الإمام النسائي عليه رحمة الله أخبرنا قتيبة بن سعيد بن جميل من طريف البغلاني قال حدثنا الليث بن سعد وإمام أهل مصر عن يزيد ابن أبي حبيب المصري وثقة فقيه عن أبي الخير أبو الخير ومرثد ابن عبد الله اليزني مرثد ويان ابن عبد الله اليزني وثقة فقيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عنهما ذا نحيون غنيس الله بذا صحابي وصحابة ورواية صحابي عن صحابي ورواية صحابي وصحابي كوريي أنه سيد أبو بكر رضي الله تعالى عنه قال وحكير للنبي نبي وحكير صلى الله عليه وسلم علمني إبر نبي الله دعاء دعاء وأدعو أن كنت عايز به دعاء في صلاة صلاة ذي إبر قال وحير نبينا صلى الله عليه وسلم قل حاتر هذا أبو بكر اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم ودعاءات قروح بذن ومعان بذن ورنتي تسينيسا يدوني ماذا يدنبي لني ماذا وقف يروراني وان دبابي اسكك يعفي هذا وقف من آدم يرها قفك لأ وحالك يابعين ودبعة أو ذجلعة يا لقيابة فما بالكم برب العالمين وأرحم الراحمين حديث كامركو حوي أنتو عدس وسيد أبو بكر نبي جانا باري صلى الله عليه وسلم كله يقفوا كجعلية مجرى أبو بكر قفوا كجعلية عائشة إيه إساقعد وكجعلية نبي جانا صلى الله عليه وسلم مجرى وهذا كسونتين مركا لو يديدك هذا وجعش عائشة رقنا أبهد وير نبي صلى الله عليه وسلم مركا دعادي وكذا البضي إنو كدو عيسته واتا مركا أن كدقنا أنك مركا صلاة كستا ينال اللهم الله يو إني أنيك ظلمت وذلمي نفسي نفتي ظلما ظلمي أيان ظلمي كثيرا آد وبضن يا كوبكر إني هي واحد ذلمي ودقي يا واحد ذلمي وقعمي يا واحد ذلمي أعرفك يا واحد ذلمي وعلوشي الله يعني ظلمي وكدعي وحويان نمو الب ظلما كثيرا ولا يغفر من أفأ الذنوب ذنوبة إلا أنت أذيك ما أويني فاغفر إداف لي أليك مغفرة لافتان ومن عندك أكتاذك أهاتي ربي وإداف وارحمني إينا نحريص أدون مسكينة وهو حوي اود ان لهين ايانا دنبيله انك اديك يا انت
الغفور ضاف آياتها الرحيم نحريس بدن ساس أيو النبي كان أمر كبحي إن أبو بكر كد عيسى كلنا الدار صلى الله عليه وآله وسلم نوع آخر من الدعاء ونوع كل الدعاء كم ذا حديث كن سدح بقولي سدح هذا حديث صحيح قال الإمام النسائي أمتر أخبرنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي واثقة قال حدثنا ابن وهب وعبد الله بن وهب وثيقة ثبت فقيه قال سمعت حيوة ابن شريح التجيبي وفقيه ثقة ثبت زاهد انت سمحوها هولة أي سوقتك يحدث بسوك والرمي كما قلي عن عقبة ابن مسلم التجيبي والمصري وثيقة عن أبي عبد الرحمن الحبلي ولي بياد وشدنت ويا عن أبي عبد الرحمن الحبلي عبد الله بن يزيد المصري وثيقة ويا عن السنابحي وعبد الرحمن بن عسيلة واثقة عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى وارضاه قال له معاذ بن جبل أخذ وحاقبت بيدي كعنت إذا رسول الله ياقب صلى الله عليه وسلم فقال وحير إني أنك أحبك وأنك جعل يا معاذ معاذ جعل بنا أن فوق أيها النبي صلى الله عليه وسلم ولأجل الله من أجل الله فقلت حريري وأنا أنك أحبك يا رسول الله رسولك وأنه أنك جعله الله أكبر هاي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تدع كتجن هذه أي حالة نوعتها أن تقول إن ترى في كل صلاة صلاة كست ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربي وأعني وكلمة على ذكرك حس كذا إيه وشكرك إن أنكم كجوم هالنق أنكم شكرية إيه وحسن عبادتك عبادات إن وناجية إلهي وأنت أيضا وحوي وكلمة ساس أيضا كدعاء أي النبي أنا كردا صلى الله عليه وسلم لا بد أن دعمرك النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر واتقنا بوسكو كجوج إيه معاذ والنبي يقول لي وأنك جعله جعل أيام كوقبة والنبي صلى الله عليه وسلم إسناء ومحوي يبادله الحب أيه وحكولة دارمي لا بد أدعو قيمة أبدا لا بد أمر جوز دميت كان لقول أقوياء لكن تندم بأسد نوع ما ندون أمر رواية ذكر كنت ألبا وحويان ودبر كل صلاة صلاة كاستمر كل جبهة كدي بويا صلاة جود هذا ما هن نوع آخر من الدعاء نوع كل الدعاء ذا كم إذا حديث كن سدح بقولي أفراد وحديث ضعيفة قال الإمام النسائي عليه رحمه الله أخبرنا أبو داود وسليمان ابن معبد ابن كو سجان ويان كو سجان ويان نينك إسقى واثقة وصاحب حديث وأنا نين أديب أيوها أديب نين سوغانيها سوغانتا طبعا مركلة إلى هذا أذكر حكو صوديع مركبة موزيكا باب كاسية أدبك وقفك يعني قبيضة هولها سكاتك وفي عن هولها نوعاتك وفي عن ويا وياي ننكا إساقة أبو داود أي قال وحي حدثنا وحنور من سليمان بن حرب اللزدي الواشحي بالحاء ويا الواشحي قال وحي حدثنا حماد بن سلمة أي نور رمي حماد بن سلمة البصري وثيقة عاب تغير حفظه بآخره عن سعيد الجريري سعيد بن إياس ويان الجريري البصري وثقة لكنه اختلط قبل موته بثلاث سنين سد حسن انتو زنجيريا لنكوري أي سودة درسمي عن أبو العلاء ننك اللي يرهضو ويزيد بن عبد الله الشخير العامري وثقة ويان عن شداد بن أوس ننك شداد بن أوس اللي يرهضو وصحابة نبينا كمي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه أن رسولك صلى الله عليه وسلم كان وحى رسولك أن يقول مذيرا في صلاة ديسا اللهم عليه وإني أنيك أسألك حنكوي ديسنا الثبات في الأمر أمر كستوناكسن إنهم كسقنا هذا أنجوك تيو حال كستوناكسن إيو العزيمة على الرشد إيهانونك إنان قؤان أيغان نقط إنان كله لحنين وحانونة وأسألك حنكوي ديسنا شكرا نعمتك نعمة إنان كشكري ولكوبي كارين وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إيوه حسن عبادتك عبادتنا نحوها وناجيه وأسألك وحنك ويدسان ربي قلبا سليما قلبي بدبادي يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم قلبك سليم كأه وكن كبد بعد شركك وكن كبد بعد بدعه وكن كبد بعد حقدك وكن كبد بعد حسدك وقلبك نظيف كأه لا يحمل الغل ما ننت أيضا عدبت باديسة ربك وحو عديس سبحانه وتعالى قلبك سليم كعدلة يا عداس أيضا يا وحوي نفعي هالشيء أو بدبادي أي ربك العظيم سبحانه وتعالى إله وحكبر إله سبحانه وتعالى إنه قلبك إنك لك قلب سليم الدون ودركتين قيمه هي قيمة الرديس وما أنت سكست وما أنت اللي قلون نعمي وحبقوا سنهين
قفكي مرك حقدي قلبي جيسا أقبل قف ولا الكيا وقفت امتحانه حقيقة أبدا امتحانه سيد أبو بكر رضي الله تعالى وارضاه مصطح أنت أحمر تواد ويدي أم المؤمنين عائشة إن ليلة هو زانية ومنافقين تي أيكون أرجلان أيكون قالوا بان أولي بقال لماذا النفاق وذي بنانك وكوي ماذا ننك كلاقة يبقى تفافين تهذي أيوها ننك أسقعها وليبا سوالو حديث جنال ارتعب أي عايدة ذات أويقان سوماهين يعني قفك أذيك أد قوذي سأود بيشا كاسا ياسفي عن حكت هذا وهايا ومركا عايد وكو ميسي وحكرا إذا هان اتقي شر من أحسنت إليه قفك أذيك سمفال وسميسي شرتي إسكا إلالي كاسا يا لقيا وإلوك مجحابي ساسي عربتا ساسي إلالي مصحبا مسوا وحان الجرين سومالي ما حايدة هان ارتعب أي عايدة يقان حكرا إذا هان سومالي إنك وحفي عنو سنهين شفاعها قليل شر كما دارته على العموم عن كلجة ذا مركة كلمات كاسة مركة الشيء إذا معنى ذا ما هنا وحسا حيين خاصة ترميد الدنبي ها ها أحسنت مركة عبارات كاس كلها يبحرم علينا وحيو يرى بهنين حقوق إن لا يرى إن لا يرى هكاجئ بهنين لكن عن كلجة ذا مستح رقي مركة فافي أرينت أيضا يكمدها مستح الله شيء مركة بحال الله شيء أبو بكر وكورها لك مركز إلهي وحقوق دارتي مننكي أن قرابة أهني وراني قوذيني وبالكيس إلهي أرى يقصو ديبي ونسيني أيا مانتا ولاشيس سأقلي ومنافقين كمان نقضي والله لا أنفق على مستحوير ولقي دنب إنان كوبية وشبين ولقي دنب مركز إلهي سبحانه وتعالى وحقوه اللي مستح وكل عيرنت أيضا وصحابي في عنها أيوه اللي يجي أولي بقى السجل كذي ما هني قف كست ونوع عيسى أيوه اللي ربنا سبحانه وتعالى وربنا وحيري ولا يأتلي ولي بقى يدي على دواديك مركي برا أذل كاني عائشة أي إله سبحانه وتعالى وحد دواديك أمر يين الأرن أولو الفضل منكم والسعة أيؤتوا أولي قربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله كدمنا محادبي يلي وليعفو وليصفحوا محلو شاية مركب وميهن سوسعود ألا تحبون أن يغفر الله لكم ميادا جعلن إن ربي سبحانه وتعالى إذين دم دف قفك مركب وحور ربا دم بقيسي بين السماء والأرض كبضا أيها بيهم كست إله إغداف الله إغداف ولي وأيني إسنا إني يرى كتر أنت الرضي أيها الكاس وقايا وح معنا كل سبب مرك ووح معنا الله يرنتي قف كاس قف عقل ما أهدي لي هذا وقرنتي مرك وح سوكله وحويان ولسك سيرة هذيك قولي قاعد هدي قف وقشن كوسو طول وقشن قب كوسو رد أما حفلات كرلا كوسو طول كوسو رد حد سمين ماشي تكو عايزني وقولي قاعد واسعة والله جاب حتى إنه عسك غير لحس هذا نوع قلين قلبي قاعد كورنا القشن قب كديت وحفاظته إيو محوها وح على وح لسكسو حاقي إيو أي ماشان أي كوب وحده وح معنا كل سمله مرك بابك سحويان بابك يسقى حلا سيرو مرك وحولي هاي حديث ككل سنة كيس وحواكوي رجلا لكن وحولي هاي وأسألك قلبا سليما لكن آية قرآن أبو محوها عد يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم إلهي قلبي أنا سليم كريم مجاهده بهين ولسانا عربنا أنك ويدسانا صادقا رنت كد ذلك نسأل الله الصدق في القول والعمل وأسألك وحنك ويدسانا من خير ما تعلم وحدك سنتهي خير خذ أنك ويدسني وأعوذ بك وحنك من قلي من شر ما تعلم وحدك سنت شرط أنك من قلي وأستغفرك لما تعلم وحدك سنت ودنبي وهن قلينا ولكو بكرنا إلهي يو إنا دي لافتان كويدي سنة حديث كاس وحديث ضعيفة حق سنة أهان لكن معاني ديسة معنى كاستا نصوص أما كتاب كأما سنة النبي أنا إيوه مركات كعي لكن ما تني أمحوها كاللفظ أهان أما بكا سنة أهان وضعيفة يعني.
نوع آخر نوع كلا الدعاء كم إذا حديث كنت سيدة حبقول إيشان هذا حديث صحيح وين قال الإمام النسائي عليه مثل أخبرنا يحيى بن حبيب ابن عربي وثقة قال حدثنا حماد بن زيد بن درهم والحافظ الثبت للحجة قال حدثنا عطاء بن السائب الثقفي وصدوق اختلط وروايته وأما ورواية حماد قبل الاختلاط حماد بن زيد انتو سن اختلاط قل يكوريي ها هي عن أبيه السائب بن مالك وثقة قالوا حي رسل بنا وحان دجي عمار بن ياسر أيان دجي أبو اليقضان ويان يقضان أبو اليقضان أيان دجي ها هي وانك صحابي رقي عمار بن ياسر إيو سهيب إيو بلال إيو يعني سلمان إيو وددك مستضعفين تها وطلان تكوها مقالة مكة واتكلوا الإباتين أي ننكري عمار بن ياسر أهي أيا وحيري أما أبو حير ننكري هذا السائب بن مالك عمار أيان دجيي صلى بنا عمار بن ياسر صلاة أيان دجيي فأوجز فيها صلاة يسوع قابيي فقال وحيرا بعض القوم ذاتك اللي تكو ذي قيب كما دعيكو يرادين لقد خففت واتفضيس أو أوجزت واتقابسي الصلاة صلاة فقال وحيري أما على ذلك أرنك دشي سمية أما أرنك درتي مية أي أما مع التخفيف والإيجاز أما على ذلك يعني أما على التخفيف والإيجاز فضينت إيو وحويان قابنت أن قابي مية كالجودا أو أمبا أما على تقدير اعتراضكم بالتخفيف فأقول يعني هوشا ديقوم عارضين أما ديقوم قبستين أو قابنت أو حنكلي ياهي فأقول وحنكلي ياهي فقد دعوت وحن كنت دعيست فيها إيادة قد هذا بدعوات دعوين أن كنت دعيست سمعتهن أن كمغلي من رسول أن كمغلي صلى الله عليه وسلم فلما قرتي قام أويستاقي تبعه رجل من أياد دبقر أو من قوم كامدة هو أن إنكاس محايدين قرن يا هو محايدين قرن أبي محايدين قرن مس أبي أبي محايدين قرن ديك أبي أحسنت أبي مركب حد كاريك تان أبي أبي كاريك أبي أبي ماهن أبي من كعب ماشي مجوك أبي ويان أبي هو ننكاس أو محوها كعي أو صور يستي ننك اللي يرى هذا عمار بن ياسر أبي أبي ويان هذا الكا ننك ديه وحويان وننك اللي يرى هذا عطاء بن صائبة وحولي قفك كعي صور يستي عمار بن ياسر وأبي أي لي هو السائب ويان ننك أبي اللي وحويان السائب أبي اللي عفوا أبي اللي وسائب ويان غير أنه لكن أنه كنا عن نفسه نفتيسة أي وحويان كنيا أما بقوا أفقباتي وكي يرجعوا توصوا مش هيجن يعني ننك أسوى كاسويان مركوا لي فلما قام قرطو يستعجل تبعه وحرى رجل من القوم سائب كلف تركيسوا السجي ويدي ننك إلى عمار أي وحديدي أريق أيار نجير هذا لكن ويل كيسي وعطاها ياشا وحولي ننك استاقي أرى ننك إلى هذا عمار هو أبي أبيه ويان غير أنه كان عن نفسي لكن نفتي سيو قريي فسأله مركز وحكا ويدي عن الدعاء دعاء ثم جاء ويمت فأخبر به القوم وعوشا دعاء أيضا اللهم الله يو بعلمك أقنت هذا الغيبة هذا كسونته إيو قدرتك أود هذا على الخلق هذا أود أولا ذهي إناد أبورتي إناد بابيس إناد كراميس إناد دليزو أحيني إنو لي ما علمت أنت أكسونتها الحياة نولشة خيرا لي مدي خير بدليتها إلهي أكسوني طبعا خير نايكوتي نايكوها أكسوني لكن مركي خير إتهيوا ما علمت الحياة خيرا لي مرك أنت أي نولشة خير إتهيوا وتوفني ربي ونفت إقاقات إذا علمت ديات محوها أكسونتها الوفاة خيرا لي حلقة أدوكسونتا حلقة أي نجيريدة أي خير إيتهينا إلهي يوفص محي الإلهي حلقة أدوكين وهذا حالة هذا إي ماشا أي قدام بيني أما سيدة كوفي عن أوسا نوغين مياجرتا وميا معنى ذو حوية إلهي كله يبقى أدوكسونتا هيا لكن حلقة أنيقة أي خير بدن ونورش إنا نورد أي خير بنتا نوري حلقة إنا لنت أي خير بنتا إلهي يو يدل معنى ذو السيدة ويا ويا ها هي
اللهم علي وأسألك حنكوي دي سنة خشيتك بقيتان كذا كابق في الغيب حلقة وحويا أنيقة ليقى مقنية أما أنتك كم مقنة وعد يأركز أي نجري إيه والشهادة إيه حلقة للي جوغة ومدى أن دح جوغة وأسألك حنكوي دي سنة كلمة أسألك حنكوي دي سنة كلمة الحق طواقة حقة في الرضا حلقة أن رالقة أهي إيه والقضب حلقة العريس نهيبة حلقة رالق لي لقري لكن حلق العريسين قفك اسمع لينكرو وكذيدمي إلا أن قف محوها إذا قرب الضوء ما هو يعني حناق موقت قفك ونصف مجنون متحوى وأسألك عن قويد سنة القصد في الفقر والغنى لحد حات تاجر وينها يقدقين نقول لك محوها يلانها يقدق لحد حات ربي يقدق كو وأسألك عن قويد سنة نعيم النعمة لا ينفد أنا دمانين وأسألك عن قويدسنا قرة عين القبوس لا تنقطع عن قوينين وأسألك عن قويدسنا الرضا إن الرالي نقض بعد القضاء مركض حوم كذا أودع كذب إن الرالي أن نقض ربي وأن قويدسني أن حوم كذا أدي قدرتي أي قدر كاجي أنا كهر إيماني وأسألك عن قويدسنا برد العيش نلقب بعد الموت نلقب وحوي وروضة من رياض الجنة ويان وأسألك عن قويدسنا لذة النظر إلى وجهك وجه هذا إن أرجي سكر حيسته وأنا دنسده يا ربي وكويدي سنة وكرميس والشوق يجعل إلى لقائك لكلن كذا أنجع هذا ها هي في غير الضراء لب مضرة أي لبته أيضا مش أولين ولا فتنة في النام مضلة أي بعد يسن مش أولين اللهم عليه وزينا نقول قرح بزينة الإيمان إيمانك قرح ديسا واجعلنا نقيل هداة كوها نونسا المهتدين هداة كوها نونسا أما كودت كهنونية مهتدينة يجعلها من ربي ونقدك ساس أيها النبي أن كدعو صلى الله عليه وسلم والشوق إلى لقائك لكل كذا إن الجلال أنت كالجرني يا أنت إن كمد ما أنت ديار رؤى إنه ربي يسلك كلهم وما أنت هذا أي صبح كل جن يا شيخ أنا ما ديار صبح إلهي أنا جو محوها ونجعلي أنا جنجعل رالك رال نجي يا رال أنا كلمي وحنكلت جذا سؤال شحنو ويدينا يا وحويا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يا حديث حويري من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه قفك إلهي لكل كيس جعل هذا إلهي بل لكل كيس سنجعل هذا قفك النعى ألا لكل كيسنا الله سبحانه وتعالى يا وحنا على كل كيس عايش نبي ويدي صلى الله عليه وسلم نبي الله لما أنت الموت وأن أبنا مسألة أن نجد ذلك أسوأ من ما أنت ديار رؤى عشاء أنت أنا قارن كورا بعد العشاء إن نفت رب لقصي لما أرك حتى ودرني إنسان نبي موسى عليه السلام كما في الصحيح ملك الموت يقول لك واذا قيدا مع كل عمل الموت ضرب أحد هذا يقول في أي شيء حق من هذا قلت توري عقد سعوتها نفطن كا قادر بها ما نقها هو بريسك فلا سامحوها هل كاسي كود عادي مركز إلهي وحييري أدنى واحد يدرتي أم بغيري ديارو أهين مركز موسى وحالي يري قعنت هذا وحاد سارتا ديبي أما هم دو بادا أما عصا دي انت قعنت هذا إساء وقبطه واتماع تري مليون هقارينا أربغول مليون هقارينا انت سوصنا مركز ومحوها عمري قادر كودرسو وصينو لو مركز وحييري إله ومحاكة به موت مركا سوير الان هذا الهو يقبله مركا نعيبك مركا موتك عائله مركا ورناه يا الله لما انت نفت وان محوها ان انت من وان ابن مركا سر النبي وحي عليه الصلاه والسلام عائش حالته نوع ما اهم الدونك مركا اي سكرات الموت كنت ما دو قفك مؤمن كا الهي سبحانه وتعالى نعمتي اي برواقدي اي جنوينك اي بيريه إيه وناجي أي ملائكته بشاريسة يا مركز إلهي سبحانه وتعالى لكل انكيس وجعل هذا فأحب الله لقاء قفك منافقة أما بقفك أنا انتوصنين إلهي هرتي وحوية العذاب إيه النكال إيه زقوم إيه عريري إيه بلاء أي الله صهر لك الله بشاري مركز وحونا عيائنه وحوية الله لكل سو سيدة مهن مركه والشوق الى لقائك محيت مرك معنى الهو محوها هذا بيود 100 معنى اساس ماهر
معناه حوي إلهي ومركي أي نفتة إيتي ما دحلي اللي جق هذاي خير إيه برواقي بشاركوا لوجو بشارين وعذقة لكلن كذا جعلت إلهي يقدر ويان معناه ونعس. وهي حديث كل سيد أحبقلي اللي حد وحديث صحيح. قال الإمام النسائي عليه رحمة الله أخبرنا عبيد الله ابن سعد ابن إبراهيم ابن سعد الزهري. نعم. فإذا جاء أجلهم لا يستغلون ساعة ولا يستخدمون. مسألة ذكرتها مسألة شائكة هو يرى لبضا ولماذا مركوا عليهين ويسكوها يعني بكتب رزقه وأجله. حديثنا محجرة في الصحيح من أراد أن ينسأ له من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. معاني بدن وكوي مع ألفاظ بدن وكوي ماذا قف كما كان ربعين رزقنا الله واسعيه عمر جي سنة لو دب لقو رحمت سعريري ساسا نبي قال صلى الله عليه وسلم وحديث صحيح مرك ينسأ له في أثره دي سابق علماء أي قرتب سدهن مرك قاروح إليهن واساس الدونك مرك روح لو قري نين كان هدو رحم كيس حريري رحم كيس دو حريري بقول سنو قاري سوى عاف ما تقول هدو حريري وايانا كنا سنو كل ماني ساسا بقرنبا مركب يكون حيران ده وشرط يكون حيران. هدي أدو واحد لا ما أدو حصل قسين. وحكى للدعاء ده نفتر كذي. لا يرد القضاء إلا الدعاء. قضي وعكمل ده جيدي. وحلو قري هدو الدعاء يستؤد إلهي وقت فلان أما سأود الدعاء يستر. عمرك والله قرني. هدو الدعاء يسمى وين أنت أصلا عمرك يس أصلا كوا أنت أصلا. أنت كلام مركب واه. وحنا يدهن. بروموشن مياه. يعني و يا بونس إيوه وحاول سيد وكله وحيديه جرين وحيديه جرين عرض خاص عرض ويان أنا ما نقارن هالك ساي مرين كواس إن أنا حاجة أننا في عشرة سنة ومينا كو أنا ما نقارن وحيد المياه ينسى الله في أثره وحول جدا إلهي سبحانه وتعالى وحول بركة يا عمر جيس أولادي وبركة يا ذكر الشيطان كيس إلهي بركة يا الإمام النووي عليه رحمة الله أفرطني اللي حسن أقول أنت سو سيدا ماهن وحوكا تقين مشارق الأدرب سداد بقوله سنة لقيت جوغا حلقه ومحوان أنت إلى من ترى الإمام النووي عليه رحمة الله الإمام النووي عليه رحمة الله الإمام النووي عليه وهكذا ساس أفرطني اللي حسن أقول أنت مركا هدو كنوي لالها ما نقول سنة لصوت العلماء العزاب وكجر أساق إيه الشيخ لسائي من تيمي إيه ركب حجر بابكاس أنا موقع عن قادم وحويان حور العين إن شاء الله تعالى وإلهي سيندون مركا هدو كنوي لالها وحالقيا بإنتا نؤجر نوصن هيرين حتى لكن إلهي باوقتك وبركي مركا وادركتين هدا حتى ذاتك رحمك إنت بدن حريري ويكبر كبدين نمبان ما أنت كشكي إلي نيو نمبان تلفون كود هالليل مركا سإلميسو وحو أدي ملاهن في قلبتك وأدي مركا سنكو إلي إلميه ننكي هبلا كحن صديق علمي ما لها سوء أدي أي جوري بقى مركز يرها كبقين ننكس ننكها كبق يجري الميزة وحولما هي خير هي وناك أن هنا لكل من لما أرك مركز يجري محاسبة مركز يرو ننكس وما وجد صدق كسر وصدق أفني وح الرحم حريم أودي قف بالرحم هذا التقان أوصل ننكس وحترنين أما أوصل عاونين أما وقع مسميات قنوا ما هكبق يجري أيضا زوجت مركا يعني فعلا رحمك حرينتي مركه بركه في الاولاد بركه في المال بركه في الرزق بركه في العمر بركه في الصحه والعافيه بركه في العباده وهو الاهم ان الاله يبحوها وبركه في العلم مركه دنكاس يا علماء لبداس قوله مركه اي اذن شو مركه تي لا اذن الله اعلم وايه نوع اخر نوع كلا وهو حويا كمده ما يوحن أجوبنا حديث كل سدح بقول إليه سومهن وحديث صحيح ويان قال الإمام النسائي عليه الصلاة أخبرنا عبيد الله بن سعيد بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن سعد الزهري واثقة قال حدثنا عمي أذركي ويعقوب بن إبراهيم بن يوسف المدني ثقة فاضل
قال حدثنا شريك بن عبد الله النخعي صدوق يخطئ كثيرا وتغير حفظه منذ ولي القضاء ويهي. قال حدثنا شريك عن أبي هاشم الواسطي الرماني يحيى ابن دينار واثقة عن أبي مجلس لاحق ابن حميد السدوسي البصري واثقة المخضرم عن قيس ابن عباد الضبعي ثقة المخضرم قالوا حين صلى وحد كذا عمار بن ياسر بالقوم أيد جي صلى وحد جي عمار بن ياسر بالقوم أيد جي تتكي صلاة صلاة أخفها وخفيف كدقي فكأنه ما بأيقو تتكي أنكروها صلاة فضيت كبضن قب قبتها انكري. قال فقالوا حيني ألم أتم الركوع والسجود طباني نادي ميان كتك سجودي الركوع دي سيدة أهد مولا إمادي مسؤول الله إمان مضولا إمادي هل كاسي أرنت نغطي. قالوا حيني بلها قالوا حير أما إني أنا جميع دعوت فيها عن قدر يزيد بدعاء دعاء كانوا هذا النبي نبينا صلى الله عليه وسلم يدعو به متك دعائسته اللهم عليه بعلمك الغيب علمك هذا شيء كما قال دكتور سنتي إيه وقدرتك أودة على الخلق أودة شيء على سارة ديالي كرتو أحيانا إنه لي ما علمت الحياة خيرا لي أنت محوها النولشة إيه خير بنتي إنه لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي مركاد محوها أي لما شد إيه خير بنتي دلويا وأسألك عن قوي دين خشيتك إن كابقى في الغيب ماشى غيبك واللي قام قني وشهادة حلي اللي لجوده اللي لجوه قويًا إيوه كلمة الإخلاص كلمة إخلاصك في الرضا حلي عن رالق أيوة الغضب حلي عن عريسنا وأسألك حنقول دي سنة عين النعمة لا ينفد أن ينفد أنا دمانين وقرة عين القبوس لا تنقطع أنا قوينين وأسألك حنقول دي سنة الرضا بالقضاء قضاها الله إن كرة لنقضه إيوه برد العيش نور القبو بعد الموت قريك ذي بنوم نومة عرس ويان أما نم نومة عميقة إيو لذة النظر أرقاق معان سدو ولذة النظر إلى وجهك وجهك هذا في رديسة أون معان سدو إيو الشوق جعيل إلى لقائك أنجعل هذا وأعوذ بك وحنكا من قلي من ضراء مضرة لب إذا باتيو إيو فتنة في النام ضل إبادي يسو اللهم علي وزينا نقول قرح بزينة الإيمان إيمانك قرح ديسة نقول قرح واجعلنا نقل هداة مهتدين كو هنونسا أوراد محوها ذاتك هنونية أما با كو هنونسا نقلق أيو نبي أن كو دعو سنير صلى الله عليه وسلم تاسع أن كو دعيست أيو لي مركو هنوعك لو دعوه كم إذا حديثك أما باب التعوذ في الصلاة صلاة قديدو الله من قلية لو يديست أيو باب كان وبابيه إنو الله كان من قلية شرطا يا عذاب القبر أيانا ودرن يا عذاب النار يوحك الدم به حديث كنت أحب قلت تضبط وحديث صحيحة. قال الإمام النسائي عليه رحمه الله أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وابن راهويه قال حدثنا جرير بن عبد الحميد الضبي ثقة ثبت عن منصور بن عثامر وثقة ثبت عن هلال بن يساف بكسر الياء وفتحها يساف يساف لبض ابن ملهان هلال بن يساف أو يساف الأشجعي وثقة عن فروة ابن نوفل الأشجعي وثقة قال قلت حاني لعائشة عن كويري رضي الله عنه رضاه حديثين يقورن هويوي بشيء شيء كان وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به متكدو عيسى في صلاتي صلاتي إيشك فقالت حيتر نعمها أنكو شيقي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مدير هذا اللهم عليه وإني أنيك أعوذ بك عن كامن قال من شر ما عملت وح عن سمي شرطه وح عن سميني هدينا رقبته يا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ومن شر ما لم أعمل وح عن سمي شرطه إله وأن كامن قال يا أودتك كلاي سمين وأن كامن قال مركا شر أنبا إله وإجابت بادي هاي نوع آخر نوع كلا دعاء والتحيات كسنة قد دعيت حديثك كن سدح بقول إيه سديدات وحديث صحيح قال الإمام النسائي عليه الصلاة والسلام محمد بشار بندار ويان ثقة حافظ عن محمد ابن جعفر قندر ويان وثقة صحيح الكتاب قال حدثنا شعب وإمامك عن أشحث ابن أبي الشعثاء المحاربي وثقة عن أبيه أبيس سليم بن أسود المحاربي وثقة عن مسروق ابن الأجدع وثقة فقيه عابد المخضرم عن عائشة الحكورية أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها ورضي ورحم جميع الرواه قالت عائشة أم عائشة سألت حمويدي رسول الله يوم ويدي صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر قبر عذاب كسان إلى أن محمد النبي قال حكويدي صلى الله عليه وسلم فقال وحيري نعم ها عذاب القبر قبر عذاب كسوى حق حقويا قالت عائشة حيث رضي الله عنها رضاها فما رأيت منك رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سجود كذا صلاة بعد أنت كذب إلا هدو محمد كذا تعوذ الله يكمل من قلجل من عذاب القبر قبر عذاب كيس أصحابتي أني لمتي والدينتي أنت لمتي ذاتك أن قان أنت لمتي موت المسلمين لما أنت وما أنت لما يرد ما يكجلان إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار نسأل الله سلام العافية.
اللهم ارحم جميع موتى المسلمين. الله أكبر. حلقي يا با إن بدن وأنا جن جمدة. ضد أن قانو وما أنت حوله أي كتجين. إيه أقوانت أي كتجين. إيه مدحني ماذا أي كتجين. إيه جاهي أي كتجين. إيه أولاد أي كتجين. أنت دوبينهن. إيه جن ما أنت عذاب القبر وهايست. نسأل الله أن يرحمهم. نسأل الله أن يرحمهم. نسأل الله أن يرحمهم. الله أكبر. من رويدا نين وحي غور ما يبنكي كشقيا رياض نين او امادي او سيدات نجر 80 سنه اجرا ما نين ول مركو خدي و امانه اول اي وتو كتب يا عندي حتى اشما مركز ولي بنكي ما اخذ درس دو بنكي وشقي مركو بنكي بنكي يدان ويندوز كا او مخو اها يعني داقضها إسلامي له قيبتها عن كالوري بدن له أيوكا شقيا مركز سليم حاقو درس مباشي ريبادي محفو شوى ملايين أكو جرت ماشي مركز محاقو درس مي مركز دنبا أيها قواني ويا روير نينكي كلفتي سماشو حريق ماغان فحاندو يرونيو مالها وحولي هذا وايرته وطوبكيني دون ده إلا بنوك تريبه ويلاقي شقيا مبنان ومحرم مركز سوحيري مسويده وسكانو كل دبنا ما قن قيبت عن كله وحوامون إسا هذا مكراسي مركا وحو حنو يرني وسيوح وجرانو هذه حالات هذا سيد سيوحي ننس دي تنجر أتاي وحين ووح الرباء كل يب هذا وحوا كمحوني كرتيل ومت كلاس كي باشعر دونته هذه أنا عذاب كذا يلو قبسن دوناي وبيدعوي يدعوى بنجي يدعوي يجي أنت مطوع هذه مهلك أنا تكتب محوها يعني وذاد أقوليها هي الأمر يجي ميات مسه نبي بنك كشقيه باب الليير مانجر كأيير ورياضي محاومته كذا كذا بري مركب حنقلت جدا سبحان الله العظيم ننهبة إنسان وحى وحبك عرين ما أنت بركب الرما إخواني وحرمان يا فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها صومك فيسبق عليه الكتاب نك دأ جوز دأ سنج هالشقيه استأذونا وشقيه استأرض أو نعم إشكال مره نبي قال مركو صلى الله عليه وسلم إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فصيلة فليغرسها فاستطاع أن يغرسها قبل أن تقوم الساعة فليغرسها قيامة هذه عماراتك عرك يزد دماء يدونك كعنتنا قد لانتمرد أو إن بيغرسها يكون به القعام تقوها يقفك حتى اللعلو هذا أنت كجرسين كرة أو ساعة يضع وحاوة ينقفك وشق يستود ويحينا دي إسنا يسكو أنفع أولادي يسكو أنفع أمدي يسكو أنفع أمدي سيأتكتك حتى أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ونبي صلى الله عليه وسلم أولادك أنت وقال الله ننك شيخ هبلها أم ولادك هبلها أم أجه هبلها يا أي ضلي أنتم متعاون وقت ولادك محوها ساسوها كخير بدن وكنجر كقيم بدن ونبي صلى الله عليه وسلم إن أولادك يقوم مارمة أو مثلا عن هرسين أذكرتك صبا تصيد الإمرة لكن إشكالك أنت كجرة إشكال قح كجرة وح أدرك سنت إن الوح عذابه أنا دعوين من باع آخرة وقف كذا وود قن سواك هسقى من باع آخرته بدنيا غيره ما نحلا صار أمرك لقى هلا دتك دتك قارم وقت هاي وينوليهن ورقال وهيستان عدوا كذا ونول ويكون كذين هيك شيء كنجر أمرك وأتم وكل ما أنت أهبل شكاي نقر توجه ذاك waa ka shakeen jireen nin abu ruus ali la sidii sabab abu ruus kuma kam xuyu yahay dhaqaale badan u haysta laakiin reerkiisu wuxuu keenaa madaxa iyo madax ariga iyo wuxuu keenaa ee majmaha iyo oo ku jirta iyo waxa uu soo ururiya baabuur waneed la yiraahdo baabuurtan maxuu aha dabbananka haajiyada aan noqon jirnay ayuu kasoo buuxinaya halkaas uu soo daadinaya guri aad u liidan oo ku jira oo aad ana shaheen ilmihiisa markuu waxba fiican soo ma gaaraan islaantan ayay tahay sheeginba waqf goomano iska un rafaatan marka magaalada nuskeeda isaga iskala in saaxad tacbiir building asar kan kala asagala kan asagala faasagala faagada adoon laakiin erki xaalad waxay ku nool yihiin
مزريه ميل حفلتها مركه ايو كقيب غلى غوري وين حفلتها تقريبا عربتنا واد اركتين ودول كودا يرا واسع خاصه الخليج السعودي وكله دول وين هايستان وحي دي سنه المركه قفكه انت هدا انا ان يعني حافظا قيب وينو كمدنا نين با اسك دي سنه انت هدا مشت كفديو لبا جبارك سنين با دي سنه اما ان لاك او دي افرتان شنتا بوس حلين با اسك دي سنه مركه قيبو اسك ميل وهكذا نيروبي دان بويه وقت قنانه ود ميل لرمها نيروبي هدا هدي رنكان كارن اي لو بخ اي كركر لا دغين لو اي كريا لا دغين ميلانو عصاي دي سنهيان marka wali ba aad loo qurxiyo la dhalaaliyo habeenka xaflada waa la qabtaa meel marku wada dhalaalaysa oo wada muraayada oo naxmeysan ayaa la yimid oodiga marka waa loo yeeray si uu ku yimaasho yimid xafladii marka aad ugu baashaalay laftigiisa iyo naxmada iyo wixii iska habaystay kadibna markii uu la yaabay ninkan gaaliban dadka guriyaha noocaas dagan ragan oo khaliijka ka ah madaxda inta badan dadka noocaas ah waa dadka madaxda wuxuu malee marka amir inuu leeymash wiil yar oo marka oo aad u habaysan ayaa hawshi khidmad u taagna markii la dareeray ayuu wuxuu yiri ninkan isku ogow ku aha nin aad iqaanana ma ninka haflad markaas wuxuu aha u dhawaaday wuxuu yiri ilaahay baa ku nicmay ma sha Allah aleek adiga keed ahaydo bal aan isbarano anaa ninkan asadaan ahay kulli aadna ninka asadaa tahay aan isbarano kan asadaan waa islaadaa kullu ta'irin yatiru ma ta'iri wa oo waxa laga yaabaa ninka inuu isleey balganaasiga aanay hawlaha balwaxo markaas uu aniga hebel hebel la yiraahdo al fulani ah wala ma had ka shaqaysataa oo wuxuu yiri aniga ma shaqaysto aniga waligii wax garaacsi oo galay lama arko xoolaha inta la yaaqid keen markaas uu xoolaha ku sheegaa meshan keen aniga wuxuu yiri waxaan gaada dadka tijaarta oo buqalada dadka tijaarta ayaan gaada ila aad ka dhintaan suugi marku dhinta islaandiisa markaas arabtana gaaliba naagta di laga dhinto way marba ay armalo noqoto lama gursad asal ahaan yaan uma badno gaaliba lama gursaday marba hadii laga dhinto inta badan lama gursad ku gabadhii yaraa cid gursaday lay ayay inta ka badiyeen gaali ka badiyeen meerki wax markaas wuxuu yiri islaan nin dhaqaale badan haysta uu lahaa uu dhaq maxaa uu ka dhintay ayaan muxuu aha islaama aan baan gaada kuwaas ayaa markaan guursada marka wuxuu yiri saddex xaas oo mid walba qasr noocaan degan oo rag tujaar ay ka dhinteen ayaa ii joogtana u dambeys mar dhow ayaan muxuu aroosay marka hal boosa iga banaano nin la yiraa abu ru'uus oodi abu ru'uus la yiraa haddana waa yeel muxuu aha gaboobay oo dhaqaale badanna aan ku maqlay bakhayl ah ninkaas aan suugaya ma yaqaan markii isaga ninkaas ayaa muxuu dhimashadiisa oo booska farada ku buuxin raba isla kale waad aragtay loo mayna marka ya ka ya sheekh qirada social media ay saa u dhaxtaala but wadaa duulib aftaan oo sidoo kale aan dhahayna ka sheekeyna oo marka aad dagaysato waad yaabi ya ha markii markaas uu ku dhaqaaqo wuxuu yiri inkaara kugu dhacday bala kugu dhacday muxuu waxaad ka dhimanaysa inkaara iskaga raacsa doonta ya ma isagi isagi yaa wuxuu yiri odaygii odaygii abu ruusku nool yahay moogta isagi yaa marka orday isday suuqa tag bal horta muxuu aha lafihii wixii iska dhaaf hilib soo gad cunto soo gad waxa soo gad guriga iska bedel yacni xaalad waxaa ka dhacday dahabkeen islaanti wixii dharkii muxuu ahaa gudaafadii ka daaday arad bixi wahaakada يعني مركي أول رئيس إلى يدد نور نقدان يا لذلك خيارته هيدا هن يعني جبت هذا قف نعكس أجوري لكن هو أجور بخيل أنتوا أدون كأي جوك تأي عذاب قلي أنا وقصون على ذي حتى قبل جاي كوصون على ذي البخيل ذات كانوا عيدي جنا البخيل عدو الله ولو كان عالم يا شا ها 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 والله نعم ها ها محيده محيده يا السخي ها محيده السخي حبيب الله ومينا ها حبيب الله ولو ها حبيب الله مياه
كافر بها كافر صحيح حبيبي الله بنقولها ايه لكن الدونك يا الوسينا حقيقه اخواني رك خاصه من يرضى وضياش ايغا دي وخدوا اسك بخرام بديب ما قوانه بنن يروي هدي ادو حغورستان ود الله سبحانه وتعالى غورسي وح الله وحده يسترد هذا سي حقيقه لي شيء يا شيخ مايكل ريبك باب كلا دي وحي كلا ريبك وحده ما ارك هذا الكبر كان كلا جوده تدمر كل شيء او كلا وا ودي وحي مخوها اسكغا دادي كلا ما جوده لكن قفتاس وح اي بو باهنت هاي هكا ريبن ودي ادهي لكرت وح با اي باهن كرت وباهنت او هلي كرت هكا ريبن كائنا ما كان او مالبا وحن ودسق دسق هذه مركب سو مخوها بور وكسوفوله مع السمين واسك دقي مرك حقيقه المساله اخواني قفك ربائين ادون شرفك نولاد دعانا اي دائم واهت خيرك سنه قبو اي برواقه كود نولادان خير كاغا يي ميل كلا دمعين يي ديه الله هبل يا ميا تركت انكار انكارك ودعه بس وقت يا شيخ ما يدي موقت هي وحيابها وحيابا فسادك وباب كلا باهي يعني باهي وين ها يا شيخ ولو سوقدي اعطيها 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 نين عربه وحداي هذيك انا كل يبه دي ادي قفك دوسن يلين نكد ما تكجري عيري قفت فير ومحبوس فير ومحبوس المهاجي ابا وحديجر عليه رحمه الله هاد بو قبدا ورورا نين رق هو جبر لا جق شقلين هادو اركو عيجر ورايح لا بخيو كان هلا دفانو رق ما اهني وحان كقط ما قول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي سوساس مين النبي قالنا مركي دمرك لا غراعي او يسو دعودن مخو دحاي كواس اخيار ما هم كواس اردالوا يعني او قرصن موقت وحديه جري ادومك سدح عذاب ايا لا كاني سدح نارود ايا لا كاني سدح دين دمرك عن لو غلي اولاد اتركتين هل ما نيكودي ادوت كعر هل عروقه دا لوغدي ما انت اولو غلي اديك صباح صباح دي لا غلبتي هاي اما ودلي اما انه سوحي سو سامه علمي هو ايغا لو دي كان لبانه دبكي عادي غهي وحلوكو كينيا وح فورنيسا حلوكو كينيا وح معان بدن حلوكو كينيا سلو كين كانت هذه مقامي لدو قبل بالفيريه رفات كايستو ارتي اندي اديك هل هل حبه او مخدي لو ديبا باشا دي شيغا بصل او جرجر لو هل حبه ايغا لو دي تنسى دحالنا شهوة الرق وعذاب أي قالوا تسو ليه يجري عليه رحمة الله فعلا مسألة ذاس دمرك إن لور هنا رأى إن لفسادية يعني كما حال الله ورد تأو تلفون وين شكدا داك شكاين ورد إيا دي إن دي نقطة واحد إسراف إعيار كما حال لين لكن وحبة باهئة ورن أهو قفتة أي قفتة وأذيقا أدوود إن أدباهي ترويد أرنت أيضو حيك قفك مشك بحريسة قوامة دي قف كان محبوس ادو كوجدا مش قيسه سوق ما ادكرت ميتي كرت سوق ما ادكرت كبدها ماشي سوا باب كلام وقت تاس واسي كلام الله لكرا لكن غرقي جوقتا ومحبوس فانهن عوان عندكم النبي صلى الله عليه وسلم محبس ادينك ايدين حبسوا ابدا مركه بابك اسا وحرمالينا هدا سي ود وايه هي انت انك بدر حقوق دمرك وليين ما قشين وا قالها انا حقوق دمرك هلا انت ان شغل انك بدر وليين محمد ما قشين انا واخ كدو كتابك يستوي شي محمد كا بس كلاب يا وحيه وبين وحيكو هيستان بوجه اي بين حقيف يعني وحيكو هيستان markay baxay subaxdi ayada oo baahan inay baxdo laga yaba maqayid hatta marar qaar waxa dhici karta ay wada rag qaar ku khubarada hadii maqayid la fariisto waxa dhici karta inkastoo asal lahayn in ayana iska baxsan iska bixi waxa dhici karta kullay rag oo yurub ka imaaday noo sheegay ani hadda aad ma aqaan laakiin warkii soo gaaray waa
وركض ويسوق قاري يا شيخ بذيعي كاريقنا على العموم مركة حقوق المرأة كتابك القرآن كي سنة النبي قال نسائي وإلى لسي انت هدا ان شيء وحيا بيدا اسكاو الفني وعليم كنت دلعي وقوري لكن الدلة هدا نخرنا هي وحريا عن كريمة والنبي قال صلى الله عليه وسلم وحو شيء قرآن كان قصوها وهي هاي انت مكو جوجنا كتابك هاي هاي نوع آخر نوع كلا وحديث كون سدح بقليه هي سداد من سقال سقال ويان قال الإمام النسائي مثل أخبرنا عمر بن عثمان القرشي مولاهم وصدوق حديثه عن كسب بني أقرب إنا نمحوها أن يرى تعليقيه حديث كون سدح بقلي أفراد حديث كون سدح بقلي أفراد أبو داود سليمان ابن معبد وحانري واثقة وليب الصاحب حديثة وأديبة قال حدثنا سليمان بن حرب الأزدي الواشحي بالحاء وحاني رئسنا واثقة قال حدثنا حماد بن سلمة وحاني رئ واثقة عابد حب ذي قيس التغير ككود عينه وحويان في آخر عمره ويان وحكى لن صومرني سعيد الجريري منك اللي يرهضر إنو يهي ثقة إنو يهي إنتو سنة بني سادة حسنة كورن وسكو در درسامي أبو العلاء وحانشاق إنو يهي عبد يزيد بن عبد الله الشخير العامري ثقة إنو يهي شداد بن أوسن وصحابي حقا سمر كنين ما أنت حديثك الوضع يفنى درتي سميدين مقضى واميا جوابته حوي واميا ما دام حالة أي نوعاته حديث كنا محاني لي ضعيف انت بلدك اي مادة حقيقي بلدك اي مادة بلد وحي كي مادة ابو العلاء ويزيد بن عبد الله الشخيرة العامري هي صحابك الشداد من عوسة لحد وضع سقطي باكو جر نمبا ماشي كما قن صحيح الاسناد مركل القولية هاي حال الله نقرأ ماشي مادي نين با ماشي عكاد عاي نين او نمين بني حنظ ظل لي راضي كبه شيء ايا ماشي كما قن الحنظلي لو يقانو ارنك او حاشاقي اما يكوت الله عند الامام احمد في مسنده وعند الترمذي في جامعه وفي سننه وعند الطبراني في معجمه وحكوت الله عن العلاء عن الحنظلي عن شداد ماشي عمرك محكوت جرا سقط انقطاع هي ماشي كجره سلا ولا صاد يا شيخ ما ارسال ما يا افكر ارسال روحو نقنا يا مركو تابعي صحابي كبر مرسل كما تابعي مركو توس انه انتو خفيره والنبي كان توس ابار صلى الله عليه وسلم تاسو نقنا يا ويا حديثكم زاد احبق اليوم هي سقال إيه سجالدة كنت أحب أقول سجالدة واحدة صحيحة قال الإمام النسائي عليه الصلاة أخبرنا عمر بن عثمان القرشي مولاهم صدوق قال حدثنا أبي وعثمان بن سعيد الحمصي وصدوق عن شعيب ابن أبي حمزة ودينار يالي وثيقة عابد من أثبت الناس في الزهري زهري مركي وإن لقوري أين غطه وأنك أوسو قد بضن أنا زهري محمد شاب زهري وإمامك قال أخبرني عروة بن الزبير وتابعي وليبي كبيرة وحنا هوريرو عائشة رضي الله عنها وهذا شيء أسماء بنت أبي بكر أن عائشة بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها أخبرته عائشة كذي هوريرتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وحوى رسول كان يدعو ميت كدعو في الصلاة دعاء صوته اللهم علي إني أن أعوذ بك عن كامن قليا من عذاب القبر أن كامن قليا ومن عذاب وأعوذ بك عن كامن قليا من فتنة المسيح الدجال كي بين لها وحوى إيش مسحنا فتنة إذا كامن قلي إلهي أنتم سماواتك أمي وخلق قوم إلى قيامة كذا عذا في الندى جال كوي ما إيمان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك عن كمن قال من فتنة المحياء نورشة في الندى والممات يريد في الندى اللهم علي وإني أنا أعوذ بك عن كمن قال من المأثم دمبي والمغرم إن ديموبة فقال له قائل مدبا وحكيري ما أكثر ما تستعيد من المغرم محبة ذي أما بضنا أنت هذا إلهي سبحانه وتعالى كمن قش إن ديموبة
فقالوا حين إن الرجل قفك إذا غرم هدو ديموبة حدث هذا الأيو الشيقة فكذب مركز بين الشيقة ووعد بلال أيو قاذا فأخلفه بلانت أيو كبحا سيدة رفت إذا الإله عن كما قال سبحانه وتعالى إنه بابكاز يقول رضو تصل النبي صلى الله عليه وسلم. حديث كنت أحب قال التمرات وحديث صحيحة. قال الإمام النساء عليهم تلا أخبرني محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي وثقة حافظ عن معافى معافى ابن عمران الأزدي ووثقة عابد فقيه عن الأوزاعي عبد الرحمن الأوزاعي ابن عمر الأوزاعي وإمام أهل الشام وإياه حديث كنت تحويلي. وأنبانا علي بن خشرم وثقة عن عيسى ابن يونس وثقة مأمون واللفظ له يونس ابن أبي إسحاق ويان واللفظ له عن الأوزاعي عبد الحامد إمام الأوزاعي وإمام أهل الشام عن حسان ابن عطية حسان ابن عطية المحاربي ويان وثقة فقيه عابد عن محمد ابن أبي عائشة المدني مولى بني أمية وحجازي ليس به بأس عن عائشة وحويان قالوا حين سمعته عن كما قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول استقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم متكين هدوء التحيات هذا فليتعوذ بالله لو إنها كما انقلأ من 40 أفر كما انقلأ من عذاب جهنم جهنم عذاب كذا إيو عذاب القبر قبرك عذاب كذا وفنة المحيا نورش من هذا والممات إيقاريد نورش محوها في هذا ومن شر المسيح الدجال مسيح الدجال شر تيسا انتب إله كما انقلأ ساس أيو نبي صلى الله عليه وسلم أمر أيو نكب عليه الصلاة والسلام ثم كذبنا يدعو حوى دعي لنفسي نفتيسا بما بدأ لوحي أمغضة ساس أيو نبي وحويان يرويان ها هي نعم نعم مسيح الدجال قف كربين وكنرقه تميم الداري قف كرب مسيح الدجال وركزين وكنرقه حديثك عند مسلم تميم الداري يتقي سيد مسلم كوكوية لا مركة تميم الداري أي صفية النبي كشي كنجر عليه السلام تميم الداري أي مركة أمحوها إماضي والنبي قوش شاقي مركز النبي قال عليه السلام رواية دي تميم الداري وشاقة يونو شاقة مركة ميل جزيرة ده وبدوين ده بدوين ده ما نغان أيورتكو حرين ووح أدوين أدوين بدن لابد قعموتي لابد لقوات أياسا انت لسوكو حرين أكدبنا ساسو حرين ساسو حرين دول دولو جيفا وحا او أديكتا وحدة وحل وشاقة الله يقول لكن ما قاعدة اللي يرهدو الجساسة أو أدكت مركب باب كيسو باب دير إن شاء الله تعالى ما قانو حوي وحلا يقان ما شيخ وحويه كل يبقون شكل كيسو وشكل بن آدم شيخ حسين وشكل بن آدم مركو إيمانا أنا يسوق بن آدم وإيمانا يا وحنو ليه ما قانا جساسة ضاسة وحيت الله قن وحي وحنا عدو شقينا يان واحتميه كبحي أيان حتى إنا تسيجود إنا سوجد على قرنين وإلا كمان أنت عرفت أجهزني ماذا ضل يا بيسا وحصل إلى هلا يا مركز وحي على هلا مركز اللي ودي وجد رجال لوجين رجال وريسنا ورين كارق محطة دي ودول تغني هنا سوى حرام مركز ولي عريق عطى دي جوه يسانه ونن محو حال كيس إن حرنا إذا حرنا أنا بلورت إيه ورما مركز أي وش يا جيان نين من عرب أي هنا وبدنا أي محو هاي لسه بتحرنك أي كسو آذينه بل أي بدن كده حجرينه كده بناء حالته إيش كسوه قارن جساسة حتى كنت وش يجيان ثنا نصوت إن كان غطته هذا إليه وش يجيان مركا وحويان لكنه بناء ذي وحدينه وحكم ده مركو صباح ها ملبو وريساني أردن وريساني بدن طبرية وهذا أردن قتال أي وريساني وحو وريساني محوها نخل بيسان ملبو وريساني وامتحان نين دلك يا قانوا مركو ابن آدم تقريبا ساس من باب مقطب مركو صباحنا دي ورنها الله وعادي وأرديو مركا نسأل الله السلام والعافية ابن زيادة نسيت نينك وقتك النبي جاك ويلي يا رب ابن زيادة يا وحويا ابنه بالزامية بالصاد ابن الصياد ها ابن الصياد كاس يا هاي أحسنت أتصاد كل شيء أحمد مركا وحويان كاس دي امتحان وهوات قنانو صحابة دي حكتها كشكيس صحابة دي كشكيس أيوة استقلب تجيزة محوها مركا لوتك والله ورئيسته ومحوها ومركا ده محولي أنا ماشي جو أنا قنا دجال ميدين جاي أساس ويا ضره مركا امتحان وها ابن سيات كاس وياي
مركة دجال مسيح الدجال كذن إله لأمان قرأ أيها النبي أمركم بحنا صلى الله عليه وآله وسلم رن أي نقطة عاو هبين شاك إن أي نقطة نوع آخر من الذكر نوع كلو ذكر كم يدعي باب كانوا بابه حديث كن سدح بغليك ويتبنات وحديث صحيح الإسناد وقال إمام نسع عليهم أخبرنا عمر علي الفلاس وثقة حافظ قال حدثنا يحيى القطان ويا وإمامك عن جعفر بن محمد جعفر بن محمد ابن علي ابن حسين بن علي بن أبي طالب ويان جعفر الصادق وصدوق فقيه الإمام وإمضى لمن كان شيعة إمام يالك أيها يستانى يكمي دي هاي رحمه الله رحمة واسعة لنك اللي يراه جعفر الصادق عن أبي أبيس ومحمد ابن علي ابن حسين الباقر أي الله يقانا وإمضى شيعة أي ترسدار يكمي دي هاي السنة وحاويان وثيقة فاضل عن جابر بن عبد الله وحكوري تابعين وتابعين وهن كسقة محمد الباقر عن جابر بن عبد الله وحكوري رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وحاول رسول كان يقول مدير هذا في صلاة سلاديس بعد التشهد التحيات كذب أحسن الكلام كلام كان أقوى ناك بدن يهضل كلام الله كلام كان لويان وأحسن الهدي هنون كان أقوى محمد وناك بدن هدي محمد صلى الله عليه وسلم أيو له جري ساس ويان باب التطفيف في الصلاة صلاة إن لفظي باب كانوا باب حديث كنت سدح بقليه ثم إن لبعض حديث صحيح الإسنادة قال الإمام النسائي عليه الصلاة أخبرنا أحمد بن سليمان الرهاوي وثقة حافظ قال حدثنا يحيى بن آدم أبو زكريا وثقة حافظ فاضل عن مالك وهو ابن مغول مالك ابن مغول أبو عبد الله وثقة ثبت عن طلحة ابن مصرف وثقة قارئ فاضل عن زيد بن وهب الجهني وثقة مخضرم جليل عن حذيفة بن اليمان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حذيفة رأى حركة جنب بأركة يصلي تكني فطفف مركز الصلاة إنك تكني فذي فقال حذيفة حكيري مذ كم تصلي هذه الصلاة إمسات صلاة نوعا تكني جرتي دكنيس صلاة نوعا هو فضيت بدون قب قب قبط وانتبع لنا ذلهين أنت تكني اسم حيلة أكيد قالوا حين مذ 40 عاما أفرتن سنة سنة وتكني أفرتن سنة يعني سيدان وتكني قالوا حين ما صليت مد 40 سنة أفرت سنة ماذا أنت كن أرنتان يدا إخواني وهلس هلس ويا ولو مت هديات دمن لهيد وأنت أن تصلي أتكن هذه صلاة صلاة أها لمت ودمن لهيد على غير فطرة محمد صلى الله عليه وسلم نبي محمد دينتي حنفية ذات الله إما ذي ماذا نهين سيئة نهينة أولي من الله رضي الله تعالى وارضاه ثم كذب قال وحيري إن الرجل ننك يقفك مؤمنك ليخفف سلاديس وفضيا ويتم سلادين لما يسرطا ويحسن وانا جاء سلادي أذيكو سلادي أنا كداهن أي سلاد لما يسرطا ووناك بدن والركوع دي السجود دي أي تام تاي وطمانينة دي دواتر الله إيمان كرتا إن البقرون آخر سماهن إيه أذيك سيوح كان نغذين صلاة عن صلاة إن تكنيسة ننكو النبي كديجة صلى الله عليه وسلم صلي فإنك لم تصلي يا وابك ندى نائم عن أدو نائم عن دونا مرات سيقول سوء لي ننك يوكر وقم أفرتن سنة ولا كير ننك أصبح النصيب كلها ملكة النبي قال صلى الله عليه وسلم أي ملكة هو ريب نفسي أوه كصحي لكن كان أفرتن سنة سوء تكني أنك وحن سوء قارني هذا أن أجرى لك إيابا دد صلاة دود أي نوع عزتي يا أي تسكر صلاة دي نوع عزتي يا أنا تسكر سجودي عجب سمت عليها أركي ترتاي مالك يوم الدين بك مرة مالك يوم الدين إيه ركوع الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هيا أركع دمي يوم أنزي أنا سورة دمي فتحان دمي ورسوك أمين أنت صورتي كار زادي يا شيء بكاتك بس وأكو كار بكو كار تمس وأكاب بحصد بكو كار تنين كاسكاي مس وأنت هذا مو أنت ما أسكا إمام هاي سكا إمام كدي من زادي زادو حيش لكم أيام ما ينام بس حاب بس مساجد يوم كي إمام مولع مولع يا شيء السلام عليكم الحمد لله نيكا السقعه
السلام عليكم مركو يراد الحمد لله وحو دها صلاة سو ادمي مكتس ان صلاتك بحيو السلام عليكم يروحو شيغا غلال دبا ساي او تعالى مكت يا السلام عليكم ها لذلك رقبه وحي قبا صلاتك بحيتان كده السلام عليكم حيت مهمه دم حيت السلام عليكم الله مسا دو حتى او مركو صلاه دميسو مخو اها او اللهم انا اعوذ بك من القبر من عذاب النار من فتنه الحي ومن فتنه المسيح الدجال مكو يراد ودبير اسك كده فك سلايس وان صحيح ساقره قبا انك استودي هذا في عنو سنين مركو عن كل جده ذاتك سو كلا شيخ ولا شيخي شعب سمد وحل يلي غونيا لو يلي حديث كان لو قاضي كان لو جيني مت كان نفسي على ودي كان لو قاضي كتاب كان يفسر عليه مشى هل كان يفسر شيخه هذو ديب وكو فسر يا مركو فسرنا على هذا سحمت محمد مجرى عارف ورك مجرى ها وتي ان جنيس معايا اللي ني وينات انا يربت هي ادي ادك لو قمتو معايا انا يرد ما وقت هاي يريم يا ها 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 لوان هلاوي برسلات كانت واخ بلوس او كانت اي مخو كير مرك واخ كتشنا بتيام من رغوان غاسن كرمت وايه حديث كمرك اهي اهي بارك الله فيك امان عاوه ليله الحديث ومرك اسك دلقاته ويوم الاربعاء وقت افتح يا سودو خميس جمعه سودو ومرك واه وايه باب اقل هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على رسول الله مصطفى.